سفنا هذا قراطيزه زي ما انتم شايفين وكيكي ولا كل اللي عليك تسوي تضغط زر الاشتراك اللي تحت اللون الاحمر تضغط زر اللايك اللي تحت وتكتب تحت في الكومنت استغفر الله ولا اي شيء ولا انا كون ولا انا خطيب ازبد اكتب اي شيء انت تبغونه وراح اسحب ببث مباشر ببرنامج اللوس سحب مباشر على الايف شفتوا هذه الحبه وهذه الحبه طبعا هي صنعيدينا لا تطقطقون عليها يعني هو ايش مسوي ما بسوي لكم اياها دايره اوكي جايبين منها 100 حبه بث بوم حذفت 10 ليش 110 حبات لو فان مسوي زياده عشان هو يبي يتسبح فيها فالحين بنجربها في المسبح فخليكم جاهزين يلا طبعا هذه مسوينها احنا بنفسنا اذا تبغون اعلمكم كيف تسوون هذه الباث بوم او الكرات الحمام الفوره اكتبوا لي تحت في الكومنت تلاقون رابط قناه نجود تحت في الديسكربشن هي ان شاء الله باذن الله راح تعلمكم كيف تسوون هذا الشيء اذا تبغون انا اعلمكم راح اعلمكم يعني انا راح اعلمكم صراحه زي كيف تسوون اوكي يا ولد ابوي بارده والله يا ريال بارده ما حد قال لك تسوي بالليل بس بالله لا تجي بسرعه واحد لا تجي يلا بس كل مره تتاخر كل ما يصير اوكي 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 واحد يبي يجلس مكان تسوي اوه يا مره دخل خش بسرعه 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 تنسى انسى 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 يلا حط هذيك الكرة بوم حقها ايوه شوف ما هذه لماذا لم تتفاعلوا مثل ما كنا متوقعين وزعها 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 ها بدت والله حلو لونها ها بدت فعلا شوف والله ها والله شوف 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 قرب قرب رش تعال شوف 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 كيف تفعلون يا ولد ترى الالوان مختلفة يعني هو اصلا الوان مختلفة حلوة ضبطت اخيرا ضبطت يا ولد تبي اسمع في البويه شوف صاير كانه سلايم يا عيال والله بارده خطير يا اخي والله العظيم بس هذول ما ضبطوا اللي حق لوفان احنا طبعا كنا مسويين نفسنا ان احنا لا انا ضبطت انت ما ضبطت هذا حقك اللي ما ضبطت لا لانه الصابون احنا حطيناه بالفريزر بالفريزر صار بارد هذا الصابون والله ضبط الحركات والله العظيم شوف 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 اللون شوف اللون شوف اللون شوف اللون والله خطير والله شوف يا ولد والله العظيم خلينا ندور واحدة بس اي هذه والله العظيم شوف المسبح كيف صار لونه احمر ايوه خلاص لو ينصبغ البنطلون قوم قوم شوف قوم سبرايز ما شوف لا لا والله حلو طبعا احنا اكيد مو راضيين على النتيجه ان شاء الله بنسويها مره ثانيه بس خرافيه بيصير فقاعات وشيء خرافيه اكتبوا تحت في الكومنت مقاطع تبغون نسويها وانزل تحت وتضغط زر اللايك عشان نقدر نسوي المقاطع الخرافيه هذه ونكثر منها يعني ونستمر اللايك يعزز ولا تنسى تضغط الزر الاحمر اللي تحت اللي هو زر الاشتراك وان شاء الله اشوفكم مقطع جديد وصلت المقطع تسلك اشترك وتشوفك ان شاء الله مقطع جديد واذا حاب تكسب الايفون انزل تحت وضغط زر اللايك والاشتراك واكتب في الكومنت انا خطير او انا بطة انتجوا على البث المباشر يوم الثلاثاء الساعة 1:30 ان شاء الله باذن الله راح يتم السحب مباشر بيس